استشهد دولة الرئيس ابن خلدون، وأنا أشكره على هذا. ابن خلدون أيضا قال إن كثرة الضرائب مفسدة للرعية، والجباية مفسدة للرعية، هكذا قال ابن خلدون في مقدمته الشهيرة. وقال ابن خلدون أيضا إن العدل أساس الملك. سيدنا عمر بن الخطاب إذا كنا نريد أن نستدل بالاستدلالات قال لو أن بغلة عثرت في سواد العراق لسألني الله لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. فأنت يا دولة الرئيس وفريقك الوزاري ونحن أيضا كنواب مسؤولون أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ وأمام مستقبل الأجيال، إن لم نقل كلمة الحق وإن لم نفعل فعل الحق الذي يحفظ للأجيال. عمر يخاف أن تعثر بغلة، فما بالك بالمريض الذي يتأخر دوره 3 أشهر في مستشفى البشير وفي غيره حتى يحصل الدور، وفي مستشفياتنا غيرها. فما بالكم بالطلاب الذين يكتظون 50 طالبا في غرفة الصف، كم سيلحق هذا الطالب من الدراسة ومن الحصة، وغيرها كثير من التي يعانيها الشعب. الشعب الأردني شعب واعٍ وشعب حصيف وشعب متعلم وشعب يدرك من معه ومن عليه. هذه الكلمة أرجو أن تصل إلى الجميع، شعب يدرك من معه ومن عليه. الشعب مستعد أن يتحمل شرف العيش، ومستعد أن يتحمل ارتفاع الأسعار، ومستعد أن يتحمل أكثر من ذلك، لكن بشرطين أساسيين، بشرطين أساسيين. الأول منهما أن تكون هناك قرارات سياسية سيادية، حينما يجد المواطن قرارات سياسية سيادية تحفظ للوطن كرامته وتحفظ للوطن عزه وشموخه، فإنه مستعد أن يجوع ومستعد أن يتحمل الجوع. ورأينا ذلك عام 90 في حرب الخليج الأولى، يوم كان الفردي والزوجي وكان الناس يركبون مرة هذه السيارة ومرة هذه السيارة استجابة لنداء الوطن. حينما يجد المواطن أن هناك قرارات سياسية تعمل لصالحه ولصالح مستقبل أجياله، فإنه مستعد أن يتحمل الجوع ومستعد أن يتحمل شرف العيش. الشرط الثاني العدالة. حينما يجد هذا في القرية النائية وفي المخيم وفي كل بقعة من بقاع هذا الوطن، يجد أن حقه مسور محفوظ كحق فلان وابن فلان في هذه المنطقة الراقية أو غيرها، فإنه أيضا مستعد أن يجوع وأن يتحمل شرف العيش. لكن أن يكون لفلان ولابن فلان ولد ملعقة الذهب في دمه وذاك ولد والجوع في بطنه، فإن الشعب عندها لا يتحمل، والشعب عندها لا يصبر. الشعب يتحمل حينما تكون العدالة. العدل أساس الملك كما قلنا، فالعدل والقرارات السياسية كفيلة بأن تجعل الشعب يتحمل. هذا ما أقوله للحكومة من خلال رئاستنا المحترمة.